اهدي يا هدى. ازاي كانت قدام عيني وفجأة؟ اهدي. ازاي كده؟ ما شفتيش اللي انا شفته؟ ما شفتيش اللي انا شفته؟ مش هقدر اشوفه. ليه؟ تقدري تشوفي انا بحلم بايه؟ لا ما تقدريش، لان ده عالمك الخاص. يعني تقصدي ان اللي انا شفته ده كله حلم؟ لا، انا سمعت صوت مزيكا ودوشه وناس بتضحك، عشان كده خرجت بره الاوضه، واول ما خرجت لقيت. من فضلك من فضلك يا هدى، مش عايزة أعرف أنتي شفتي إيه أو لقيتي إيه، لأني مش هقدر أتخيله. أنا عايزة أمشي من هنا، عايزة أمشي. أنصحك إنك تحاولي تنامي شوية. السلام عليكم. انت هتجي لنا امتى يا ست هدى؟ السلام عليكم.